شاهدنا لقطات مفرحة جدا وبها رسائل إيجابية لا بأس أن نتعلم منها. لكم التعليق حبيب، شوف جمهور الياباني بعد المباراة. يعني لا لا أنا صدق هزتني كلمة إحدى المشجعات اليابانية، تدري إيش قالت؟ قالت نحن شعب اليابان لا نترك النفايات وراءنا. صح، عظيمة عظيمة عظيمة. واليوم وحدة طالبة كلية تشمر قطية البيبسي من السيارة اليوم طالبة كلية، هاي عود يعني طالبة كلية وبنية. طيب كمل علي. أنا اللي أقوله يعني الجمهور الياباني هو معروف بطريقة الحضارية، اللي أقوله شنو؟ اللي أقوله إنه هاي رسالة لجماهيرنا ببطولة الخليج، بالدوري العراقي لكرة القدم. لا والله علي لا لا وطني. لا عفوا بس باوعل بس باوعل بس باوعل هذه مو رسالة جماهير، بس باوعل بس باوعل والله مو جماهير. لا هذه رسالة. لا 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 حيدر، لا 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 هاي نقطة أهم، لا موضوع مهم، بس باوعل نقطة مهمة. هذه رسالة لأمانة بغداد، عم عوف الرياضة، نظفوا العاصمة أخوان، ترى مدارسنا صارت مكب للنفايات، ومؤسساتنا ومستشفياتنا صارت مكب للوزراء. حيدر هذا الجمهور الياباني وصل رسالة وخلانا أمام موقف محرج. اللقاءات اللي ظهرت للشاشة هاي وين؟ هاي واحدة من الصفوف أنا نظفتها، خلي تفضل. هذا صف بمدرسة أنا نظفته، الله شاهد. هذا صف بمدرسة، صف لأن بي بنتي الشعب الياباني يشتغل.